جزى الله الإخوة الذين تكلموا من قبلي فجزاهم الله خيرا على ما أجادوا وأفادوا. وبحول الله وقوته في هذه العجالة نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله والمنذر في الترغيب والترهيب من حديث فاطمة بنت اليمان، وجاء برواية عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي رواية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية: أشد الناس بلاء الأنبياء الصالحون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبتلى ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة أو فيه ثخونة قال زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يزال البلاء وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يجعله يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. فالحديث ده من أعظم الأحاديث التي تبين أن الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى والذي يقوم بدعوة الله تبارك وتعالى التي جاء بها الأنبياء والرسل فإنه يبتلى. والله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغيرها من الآيات. فالمهم الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء، يعني أكثر الناس ابتلاهم الله عز وجل الأنبياء. فقد يبتلى النبي في نفسه وقد يبتلى في عرضه وقد يبتلى في ماله وقد يبتلى في ولده، ولكنهم لأنهم من أكثر الناس عبودية لله فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم على قدر دينهم، فهم أعظم الناس وهم سادات الناس، فقد ابتلوا ابتلاء عظيما. الأنبياء ابتلوا ابتلاء عظيما، منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من شتم ومنهم من أخرج من دياره. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم أي للأنبياء: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالأنبياء لما ابتلوا توجهوا حين الابتلاء إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى أيضا عن بني إسرائيل:
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. في أنبياء كذبوهم وفي أنبياء قتلوهم، وهل يضرهم ذلك؟ لا يضرهم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث ابن عباس المخرج في البخاري وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده بيوريك إنه الدين بتاع الأنبياء الزول المتمسك بيه غريب بين الناس وسط المجتمع الذي ألف العادات وألف التقاليد الموروثة من الآباء ومن الأجداد ومن الشيوخ، زي الحاصل لكثير من دعاة التوحيد في القرى والبوادي. لما نجي يقول للناس: يا ناس أعبدوا الله براو ونادوا الله براو ويتوكلوا على الله براو، ما في شيخ بينفع ولا في شيخ بيضر ولا في شيخ عنده حاجة ولا في شيخ يملك الرزق ولا في شيخ ينزل المطر، يقول له: يا زول دينك الجديد ده. وهو ما جديد الدين، الدين قديم، لكن الجديد أفكارهم، الجديد عقائدهم الباطلة التي تدعو الناس إلى عبادة غير الله. القرآن نزل قبل 1400 سنة، وقد نزل علينا في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ونزل علينا في كتاب الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ونزل علينا في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما تجعلوا لله أنداد، لا في الدعاء ولا في الرجاء ولا في الخوف ولا في التوكل ولا في الخضوع والتذلل، بل كل ذلك يكون لله تبارك وتعالى. ودي دعوتنا اللي بندعو لها الناس، إنه الناس تكون عبيد لله، وإنه الناس ترجع لله وتتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، ما زي أصحاب الطرق الصوفية الذين يدعون الناس صراحة إلى عبادة غير الله. والله أنا أكلمك الصراحة، دايرين إنك تعبد غير الله، دايرين إنك تدعو غير الله، دايرين إنك تتوكل على غير الله، دايرين إنك تضبح لغير الله، كما قال قائلهم عبد الرحيم الزريبة، قال: المتوكل لأمر يكل. ويقول قائلهم أيضا: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. وده كل كلام باطل، كل كلام باطل، ما في مخلوق عنده لك حاجة لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. ربنا قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وجوا القبر بيدفنوك براك، ما في ما معك زول حيدفنوك وبيسألوك براك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ عشان كده الآن يعاني دعاة التوحيد من أنهم يريدون أن يخلصوا الناس من عبادة غير الله، ودعاة الباطل ودعاة الشرك ودعاة الضلال يدعون الناس إلى عبادة غير الله. وشوف، دعيت غير الله عبدت الشيطان، دعيت غير الله عبدت الشيطان، ضبحت لغير الله عبدت الشيطان، علقت حجاب اعتقدت انه بيدفع عنك الضر وبيجلب لك النفع فقد عبدت الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فدعاء غير الله عبادة للشيطان،
والذبح لغير الله عبادة للشيطان، والحلف بغير الله عبادة للشيطان، والتوكل على التمائم والحجبات عبادة للشيطان، والنذر لغير الله عبادة للشيطان. شغل توحيد، والله الذي لا إله غيره، الزول لو قابل ربنا بذنوب كالجبال وكملء الأرض لكن عقيدته صحيحة، عسى الله عز وجل أن يغفر له، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل الحاجات ذكرناها دي كلها، دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك، تعريق التمائم والحجبات شرك، الحلف بغير الله شرك. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتعلم دينك، اتعلم دينك، وطالما التزمت بالدين الصحيح بتلقى الأذى، بتلقى الأذى من السفهاء، تلقى الأذى من المجتمع، لأن المجتمع ما ألف هذه العادات، ما ألف هذه الأشياء، بل تربى على خلاف ذلك. المجتمع إلا من رحم الله اتربى على عقائد إنه الميت بينفع والميت بيسمع، وفي شيوخ بيعلموا الغيب وفي شيوخ بالدجنة، أغلب المجتمع وأكثر المجتمع العقائد عنده للأسف الشديد. ونحن بنقول لك بصريح العبارة، هذه العقائد التي يعتقدها أهل التصوف أن الولي يهب الذرية أو ينزل الأمطار، فهذه عقائد شركية وعقائد كفرية، من اعتقدها كفر بالله تبارك وتعالى. تعتقد عقائد زي دي والله كفر بالله تبارك وتعالى، أكبر يخرج الإنسان عن الإسلام. فأنت بتلقى الأذى، بتلقى الأذى، لطالما وحدت الله والتزمت بدين الله تلقى الأذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند مسلم أشد، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الليلة أكثر الناس بيستغرب من الملتزمين بالسنة، الملتزمين بالسنة حقيقة، مش الخوارج والتكفيريين والدواعش وغير من الفرق الضالة، ولا كمان المفرطين بجاي دعاء غير الله، حلف بغير الله، طواف بغير بيت الله، لا لا لا، التزام بالسنة كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طوال يلقى الأذى، يقول لي أنت متشدد وأنت متعقد وأنت متخلف وأنت زور رجعي، لمتين عامل لك دقن، الدقن الرسول قال اعملوها، الدقن قال اعملوها الرسول، أهي أنت رأيك شنو؟ يقول لك ما بتسلم على النسوان ليه؟ ولا الرسول قال ما يسلموا، يقول لك معقولة بتعمك ما سلم عليها؟ أهي ما بسلم عليه، يقول لك أنت محرج، لا الرسول قال ما يسلموا وما كان بيسلم، هل كان الرسول محرم؟ لكن هذه المفاهيم الخاطئة التي تربى عليها أكثر المجتمع. فأنت خليك حريص، اتمسك بالسنة، ما تخاف، والله الذي لا إله غيره ما في راحة وما في سعادة في الدنيا ولا في أمن وسكينة إلا بالالتزام بكتاب الله. دار تعيش سعيد؟ دار تعيش سعيد؟ اتمسك بدينك، خلي عقيدتك في الله، خاف من الله، ادعو الله. المخاليف دم كلهم ما عندهم حاجة. ربنا قال في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا قال في القرآن يا زول، ربنا قال في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعد ده لو آزوك، لو شتموك، لو ضربوك، لو قتلوك، ما بهمك كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، في هجرته من الطائف ضربوه، ضربوه في شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة، ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ونحن نقول أن كلمة الله هي الباقية، وأن كلمة الله هي العليا، وأن دعوة التوحيد هي الباقية، وما دونها من الدعوات فهو المضمحل الزائل لا محالة. والله دعوة التوحيد لا يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا من قبلكم والذين أشركوا أذى كثير. عشان كده أشد الناس بلاء الأنبياء، أكثر الناس ابتلوا الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه، عشان مال، عشان جاه، عشان سلطان؟ أبدا، وإنما من أجل دين الله تبارك وتعالى ومن أجل توحيد الله تبارك وتعالى. فشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت وجنة المغفر في وجنتي عليه الصلاة والسلام. ده كله عشان شنو؟ عشان دين الله، ما عشان رياسة ولا سلطة ولا عشان جاه ولا مال ولا غير من خطاب الدنيا الفانية. كله عشان الدين، من أجل أن يصل الدين إلى الناس. وقامت الغزوات وقامت الحروب من أجل هذا الدين. عشان كده مشى ورا النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من الأذى. أي زول مشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وانت التزم بالدين بتلقى أذى، لكن أصبر، ما بضرك بشيء أبدا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. في رواية قال وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يجعله يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. مرات ربنا يبتليك، الابتلاء نوعين، حسي ومعنوي. قد يصيبك الحسي مرض، قد يصيبك جرح، كسر، غيره، تحصل لك مرض، ده حسي. وفي معنوي، يبتليك ربنا بالفقر، يبتليك ربنا بأنواع الابتلاءات، بالمشاكل. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام حادثة الإفك دماء، ده ابتلاء عظيم على النفوس. اتهم النبي، أصل المنافقين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه. الليلة لو الزوال اتهمه في عرضه، هو جسمه صحيح لكن قلبه بيكون تعبان تعب شديد. ده ابتلاء معنوي. فأي زوال التزم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يلقى الأذى، إما الحسي وإما المعنوي. لكن انت لو ربنا ابتلاك بأي نوع من أنواع الابتلاء، أصبر، لأن ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعاقبة للمتقين. قال وما يزال البلاء بالمؤمن، الله يبتلي المؤمنين، ويبتلى الرجل على قدر دينه. بيبتلوك على قدر دينك. دينك لو قوي ابتلاءاتك بتكون كثيرة وابتلاءاتك بتكون عظيمة، لكن ده من حب الله تبارك وتعالى لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، أو إذا حب الله قوما ابتلاهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإنت أصبر، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يجعله يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. يمكن ربنا دار يرفع درجتك بأعمالك ما بتصل إلا بالابتلاءات. عشان كده الأنبياء ابتلوا ابتلاء عظيم. منهم من قتل، ومنهم من أوذي، ومنهم من سب، ومنهم من شتم، فلم يضره ذلك، وبلغ دعوة الله. نوح عليه السلام وجد من الأذى ما وجد، وتسعمية وخمسين سنة شغال دعوة. الليلة منون فينا اشتغل 95 سنة، خليه 950 سنة. 950 سنة نوح عليه السلام شغال دعوة إلى الله تبارك وتعالى.
دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ده نوح عليه السلام. منو الليلة اللي اشتغل زي نوح؟ ما في. وده أعظم الناس 950 سنة شغال يقول للناس اعبدوا الله براو، نادوا الله براو، يتوكلوا على الله براو، وما كلا ولا ملا، بلغ بلاغ مبين. وبعد ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. ودي دعوة الأنبياء والرسل، تخليص العباد من عبادة القبور، القبور المشيدة والقباب المرفوعة المرتفعة دي كلها ما بتجوز عبادتها مع الله تبارك وتعالى. ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقد قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقد قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. دي وصية للناس كلهم، خليك مع جند الرحمن. والله جد ربنا قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا قال بعديها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، قال قرآن ما قال مدايح. ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما قال مدايح ولا قال قصائد ولا قال أشعار. الليلة الناس نقول للناس ونخاطبهم بالقرآن، وبعض الناس زارين الناس يخاطبوا الناس بالمدايح والأشعار والموسيقى التي حرمها الله وحرمها رسول الله. ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.